بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما، إنك على كل شيء قدير. نرحب بضيوفنا الأكارم في هذا اللقاء الاستذكاري تحت عنوان نصرة البياتي راحلا، والذي يقدمه على مسامعكم الدكتور مثنى حارث الضاري، فليتفضل جزاه الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الاستذكاري الذي نقيمه هذه الليلة استذكارا للمرحوم نصرة البياتي، الذي توفي قبل شهر تقريبا في العراق رحمه الله. وجاء ترتيب هذا اللقاء من باب القيام بالواجب لشخصية وطنية معروفة كانت لها مواقفها المشهودة قبل الاحتلال وبعد الاحتلال. رحل نصرة البياتي، وهذا هو عنوان هذا اللقاء الاستذكاري، نصرة البياتي راحلا. رحل رحمه الله بعد معاناة طويلة مع المرض والأثقال والهموم والمشاكل ومعاناة العمل الوطني على مدى سنوات طويلة. هيئة علماء المسلمين في العراق عرفت هذا الرجل منذ سنوات طويلة، وكان وفيا للهيئة ومتعاونا معها ومحبا لها ولرجالها ولمشروعها ولعملها، على الرغم من اختلاف الخلفيات الفكرية، ولكن جمعه مع الهيئة أو جمعته مع الهيئة وشائج الوطن وشائج الإخلاص لأبناء هذا البلد وشائج السعي من أجل تحرير العراق والعمل في صفوف القوى المناهضة للاحتلال. نستعرض في هذه الورقة التي كتبت من أجل بيان مآثر هذا الرجل الذي لا يعرفه الكثيرون، فقد كان كما يقولون أحد الجنود المجهولين في صفوف الحركة الوطنية. نصرة البياتي رحمه الله هو نصرة عبد الستار موسى أفندي البياتي، من أهالي مندلي، قضاء مندلي في محافظة ديالى، وهو من عائلة كريمة معروفة بالرئاسة من بين بيوتي هذا القضاء وهذه المدينة تحديدا، فضلا عن أن هذه العائلة لها إرث علمي وديني معروف، وكان بعض أجداده من أهل العلم والشرع والموجهين والمفتين في مندلي وأطراف مندلي، واستمر هذا الإرث في العائلة، وتغذى أيضا بعوامل الوطنية التي جعلت هذه العائلة مع عوائل أخرى أو مع عائلات أخرى في مندلي تقف مواقف وطنية مشهودة قبل الاحتلال البريطاني للعراق سنة 1918 وحتى الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق سنة 2003. سنستعرض بداية شيئا من حياته باختصار، ثم نذكر بعض المواقف الوطنية والسياسية والأعمال التي قام بها. في البداية، نصرة عبد الستار موسى البياتي هو الأمين العام لحركة التيار القومي العربي، توفي وهو يمارس هذه المهام رحمه الله، وقد كان في آخر سلسلة لأمناء هذه الحركة التي وقفت من ضمن حركات عدة للتيارات القومية العربية في العراق ضد الاحتلال الأمريكي، وتعاونت منذ البداية مع القوى المناهضة للاحتلال ومع المقاومة العراقية أيضا التصدي لمشروع الاحتلال العسكري والسياسي، بخلاف للأسف قوى أخرى تخاذلت وانخرطت في مشروع الاحتلال أو اقتربت منه أو تماهت أو ما زالت إلى الآن تحاول أن تقترب منه. توفي الفقيد في العاصمة بغداد ظهر يوم الجمعة 12/11/2021، ونقل إلى محافظة ديالى ودفن في مسقط رأسه في مدينة مندلي في مقبرة ملا عبد الله. أما عن حياتي فقد ولد سنة 1941 في مندلي، وأكمل دراسته الابتدائية فيها،
ثم انتقل إلى بغداد وأكمل دراسته المتوسطة فيها، ثم الثانوية في إعدادية النعمان في الأعظمية التي اختارها سكنا له سنوات طويلة، ثم درس في معهد المحاسبة ببغداد وتخرج منه وعمل محاسبا في القطاع الخاص والقطاع العام، واستمر عاملا في مجال اختصاصه هذا الذي برع فيه، وقضى سنوات طويلة من خدمته الوظيفية في وزارة العدل ثم في إحدى الدوائر بعدها حتى إحالته على التقاعد وتفرغه للعمل الخاص. كان الفقيد الراحل نشطا في العمل الوطني منذ شبابه، واعتقل وهو طالب يافع في الإعدادية في إحدى المظاهرات في الخمسينيات أثناء المد الفوضوي في تلك المرحلة، واعتقل أيضا وهو كهل في سنوات السبعينيات، وسجن مدة في أحد سجون بغداد، وانتمى منذ شبابه لصفوف الحركة القومية العربية واستمر فيها حتى أضحى أمينا عاما لإحدى فعالياتها وهي حركة التيار القومي العربي كما تقدم ذكره. شارك رحمه الله في كل التجمعات الوطنية المناهضة للاحتلال الأمريكي منذ البداية وحتى الآن، قبل أن تتجمع هذه القوى في سياق أو في تجمعات أكبر من أجل تنسيق العمل الوطني، أي في السياقات الجبهوية المعروفة. وكانت أول مشاركة له مع حركة التيار القومي العربي في تأسيس المؤتمر التأسيس العراقي الوطني، وبعد توقف تجربة هذه الجبهة أو هذا العمل الجبهوي آزر تجربة الميثاق الوطني العراقي، وشارك في تأسيسه وعضوية لجنته العليا ممثلا لحركة التيار القومي. على الرغم من مرضه وتعبه وسفره المتكرر للعلاج، يأتي من العراق من بغداد إلى هنا إلى الأردن، يمكث شهورا للعلاج ثم يعود. وهنا يذكر له أنه كان يخول إخوانه في الهيئة وفي الميثاق بالعمل وفق ما يريدون أو على وفق ما يريدون ثقة منه بهم، ولم يعترض يوما من الأيام على سياق ما في العمل أو على بيان أو على توجه أو على موقف. مارس فضلا عن الأعمال السياسية والأعمال الأخرى المصاحبة لها العمل الصحفي الوطني، فكان رئيسا أو آخر رئيس لتحرير جريدة راية العرب الناطقة باسم حركة التيار القومي العربي. ويذكر بعض الإخوة هنا معنا في المجلس أنه كان يأتي إلى عمان ويأتي بعض الأعداد عندما توقفت كثيرا من الصحف الوطنية، حافظت راية العرب على الصدور لمدة، وكان يأتينا بينما حين وآخر بعدد من هذه الأعداد، وقد حافظت على خطها العام في تبني الموقف الرافض للاحتلال. اتسمت مسيرة المرحوم نصرة البياتي بالمواقف الوطنية ونصرة الشعب العراقي ورفض الاحتلال الأمريكي البريطاني الإيراني للعراق، ودعم مشروع المقاومة في التصدي للاحتلال، وتوفير الظروف الملائمة له في مندلي والأعظمية قدر استطاعته، والوقوف بوجه مشاريع تقسيم العراق وطمس هويته العربية. وقد قاطع مع التيار القومي العملية السياسية التي هي من صنيع الاحتلال، ولم يعترف بشرعية النظام السياسي بعد الاحتلال، ورفض التدخلات الخارجية في شؤون العراق. ولعل بعضكم أيضا يذكر أنه كان يشارك في مجلس الخميس الثقافي، وكان دائما ما يعقب ويذكر بعض الذكريات عن العمل الوطني قبل الاحتلال وبعد الاحتلال، وينقل بعض الأخبار والمواقف والتصورات عما يجري في العراق، وأيضا كان يغلب عليها وتغلب عليه دائما مشاعر العاطفة، ويتحدث بكل أريحية تعود عليها رواد هذا أو اعتاد عليها رواد هذا المجلس. مع كل ذلك كان ساعيا بجد لتوحيد القوى المناهضة للاحتلال والرافضة للنظام السياسي القائم، وله مواقف عدة في هذا السبيل، لم يتردد يوما ما في المشاركة في أي مشروع منها. تردد بعض الناس أو عرضوا وجهات نظر قد لا تكون متوافقة تماما مع متطلبات المراحل التي كان العمل الوطني يتخذ فيها قرارات مصيرية أو ينتقل من طور إلى طور آخر من أطوار العمل السياسي، كان منسجما لأن الهدف كان عنده واضحا جدا.
لم ينحني رحمه الله للمغريات التي عرضت عليه وعلى بعض صحبه في التيار القومي، وهي كثيرة عرضت عليهم وعلى غيرهم في بداية الاحتلال، وما زالت تعرض إلى الآن. ودليل أنها ما زالت تعرض إلى الآن أن هناك من يتساقط إلى الآن للأسف. أذكر مثال من هذه الأمثلة، وهو مثال قديم سمعت به منذ بداية الاحتلال، ثم ذكرني به أبو فارس الحاج نصرت رحمه الله عدة مرات، ولعله ذكره أيضا في هذا المجلس، أنه عرضت عليه هو وصحبه في جريدة راية العرب مطبعة متكاملة من إحدى الجهات المتعاونة مع الاحتلال في بداية الاحتلال. وبعض الإخوة هنا المعنيين بالإعلام يذكرون كيف كانت توزع هذه العطيات هنا وهناك على القنوات الفضائية وعلى الصحف وعلى الصحفيين لشراء ذممهم، وكيف كنا نعاني في الصحافة الوطنية المناهضة للاحتلال في طباعة صحفنا. يعني كنا نطبع الصحف كما تعرفون، ونقوم بإخراجها الفني في مكاتب معلومة في بغداد، وهي مهددة أيضا، وتوقفت بعض أعداد صحفنا بسبب المداهمات لهذه الأماكن، أو منع الصحيفة من الطبع، أو منع من البيع والانتشار. أذكر على سبيل المثال أن البصائر جريدة هيئة علماء المسلمين تنقلت بين عدة مطابع بسبب رفض بعض المطابع طباعة الجريدة، فما بالك بجريدة ناشئة يأتيها هكذا عرض، مطبعة متكاملة تطبع لها ولغيرها، وتم رفض هذا العرض لأنه في سياق استدراج الشخصيات الوطنية. ومن مواقفه المعروفة أيضا دفاعه عن إخوانه من الوطنيين، ولا سيما ضباط الجيش العراقي. الحاج نصرت بحكم خبرته وعمله الطويل في مؤسسات الدولة ومن ثم في العمل الوطني، وهو ناشط من الخمسينات، من أواسط الخمسينات في العمل الوطني، له علاقات واسعة، علاقات في محافظته ديالة بحكم وضعه الاجتماعي في مندلي وفي ديالة عموما، وأيضا في بغداد، ولا سيما أنه عمل سنوات طويلة في بغداد، انتقل للسكن في بغداد واستقر في الأعظمية سنوات طويلة، ثم اختار بعد ذلك السكن في منطقة البلديات وبنى بيتا هناك، وهو بيته الأخير الذي توفي فيه رحمه الله. فهذه المسيرة الطويلة جعلته يكون صداقات كبيرة، وأصبحت له خبرة بتأريخ العمل الوطني وكثير من خباياه وأسراره. وطالما كان يحدثنا عن بعض هذه الأشياء، فمنها ما دونه هو، ومنها ما دوناه نحن، ومنه ما تحمله الذاكرة إلى الآن. هذه الخبرة الطويلة والعلاقات جعلته يعني يجعل من نفسه مدافعا عن إخوانه وصوتا لهم. وأذكر إلى الآن، ولعل بعضكم أيضا يذكر، في أحد مجالس العزاء الكبيرة هنا في عام 2015 في العاصمة الأردنية عمان، خرجنا من العزاء فوجدناه قد تصدى لأحد العاملين أو الداخلين في العملية السياسية، وأسمعه ما لا يحب أمام كثير من الشهود، بناء على أنه تسبب في تغييب أحد ضباط الجيش العراقي السابق بحجة التعاون معه واستشارته وترشيحه لمنصب ما، وإذا به يذهب ولا يعود. فأمام الناس جميعا قال له: أنتم مسؤولون عن هذا الضابط وعن غيره من أرواح العراقيين، لم تفعلوا شيئا لمن تقولون بأنكم تمثلونهم في العملية السياسية. كان صريحا وواضحا في هذا الموضوع، ولا يجامل ولا يداري. في الأيام الأولى من الاحتلال حكى لي كثيرا، وحكى لي بعض إخوانه ممن كنا نلتقيهم في بغداد أو هنا في عمان، أنه ممن ساهم في حماية المدينة، أقصد مدينة مندلي، من الطارئين، وحماية بعض المواطنين الذين سعت أيادي الغدر إليهم سريعا، وكلكم يذكر هذه الأحداث والوقائع. وهو بحكم وجاهته وعائلته والديوان الذي يعني تمتلكه العائلة والأراضي الواسعة هناك، استطاع أنه يتعاون مع بعضهم ويعني إبعادهم عن عيون كثير ممن يترصدونهم. ولا أذكر أسماء، عندي بعض الأسماء لكن لا أذكر، هذه للتاريخ لعله في يوم من الأيام إن شاء الله تكتب. ما زال حريصا إلى وفاته رحمه الله على تحمل أذى المحتل وأعوانه، وهذا يشير إلى أن مسيرة الوطنية ستستمر حتى تحرير العراق وانتزاع سيادته. مثال على ذلك، في عام 2014 كان موجودا هنا معنا في عمان، وحضر المؤتمر الكبير الذي جرى للقوى المناهضة للاحتلال في ذلك الوقت وبعض القوى الأخرى، والذي تسبب بتأخر كثير منهم في عمان وعدم استطاعتهم العودة للعراق
ومنهم ما زال إلى الآن في عمان لا يستطيع العودة. هو بقي بعد ذلك وعاد وخاطر بنفسه وعاد عن طريق أربيل وعن طريق كردستان، وعلى الطريق يعني انتقل إلى محافظة السليمانية، ومن السليمانية نزل هكذا على كفري، ومن كفري أخذ الطريق إلى أن وصل إلى مندلي. بقي يوما أو يومين ثم عاد على نفس الطريق وعاد إلى عمان. بعد سنوات استطاع أنه يدخل مباشرة إلى بغداد بعد أن خفت أو خف موضوع المطالبة. على الرغم من كبر السن والمرض منذ ذلك الوقت، كان يأبى إلا أن يتنقل بين عمان وبغداد. من الأمور التي تذكر له إصراره على بقاء مقر حركة التيار القومي العربي في العظمية مفتوحا، وبعضكم يذكر مقر هذه الحركة هو بجنب مقر الهيئة السابق، أول مقر لهيئة علماء المسلمين على كورنيش العظمية، كان مقر الحركة بجنب مقر الهيئة. حافظ على هذا المقر حتى داهمتنا جائحة كورونا، واضطر إلى غلقه وهاتفني يعلمني بذلك، وقد أحسست من نبرات صوتي بحسرة وألم على اتخاذ هذا القرار، على الرغم من التبعات المالية التي كان يفرضها بقاء فتح المقر المؤجر الذي كان يعاني في تأمينه عندما يحين وقت سداده نصف السنوي ويأتي إليه من بيتي في منطقة البلديات إلى العظمية مسكنه القديم التي يمكث فيها كثيراً، رغم أنه سكن في البلديات غالب وقته في بغداد يقضيه في العظمية، ويذهب بين حين وآخر إلى مندلي على الرغم من صعوبة السفر كما قلت قبل قليل والمخاطر الأمنية. في السنتين الأخيرتين رحمه الله تطوع لبناء مسجد في مدينته مندلي وسماه جامع معروف أفندي، واستعان به بماله وبمال إخوانه وأصدقائه وأحبابه والتبرعات من هنا وهناك، وسعى في فتح دورات قرآنية فيه، وكان فرحا جدا بذلك، لعله كان يعده آخر عمل له في هذه الحياة، وأرسل صورا لنا في الهيئة للمسجد وافتتاح المسجد ولدورة القرآن التي أقامها بعد ذلك فيه. من مآثره أيضا أنه كان وفيا لتاريخ مدينته مندلي، وكتب فيها كتيبا أهداه للوالد رحمه الله وقتها وهو موجود عندنا في مكتبتنا، ثم استمر في الكتابة عنها والحديث عنها. ولعلكم تذكرون عندما كان يتحدث لنا هنا عن جوانب من مندلي وتاريخ القديم وتاريخ الحديث وتاريخ المعاصر ورجال مندلي، كان رحمه الله يكتب كثيرا من ذكرياته عن هذه المدينة وتاريخها ونخيلها وأثمارها، ولا سيما النخيل. كان دائما يتباهى ويفخر بأنه مندلي تحوي أكبر عدد أشجار نخيل في العراق بعد البصرة، ثم يتفنن في ذكر أنواع وأصناف هذا التمر الغريبة غير الموجودة حتى في كثير من مناطق العراق، ويتحدث عن عشائرها ورجالها وأبطالها ومكوناتها، وينشر ما يكتب في وسائل التواصل ويرسله لأصدقائه وأحبابه أو يطبعه ويوزعه عليهم أحيانا، وقد سلمنا على مدد زمنية مختلفة بعض ما كتبه، ولعله يأتي يوم ما يضم أو يعاد النظر فيما كتب من أجل أن يضم إلى كتابه عن مدينة مندلي، ويمكن أن يظهر كتاب آخر أوسع حجما. فضلا عن ولعه بالتاريخ القديم وعنايته بالتاريخ الحديث والمعاصر للعراق، ولا سيما تاريخ محافظة ديالى وقضاء مندلي، فضلا عن جانب آخر مهم خارج اختصاصه الأصلي اللي هو المحاسبة، ولكن بسبب عمله في وزارة العدل كان ملما بكثير من وقائع القضاء العراقي وأحكامه وتاريخ قضاته وسيرهم الجميلة وسير بعض القضاة والحكام غير الجميلة ممن يتسيدون الآن المحاكم في العراق والمحكمة الاتحادية وما إلى ذلك، يعرف كثيرا من تفاصيلهم، ولعل هذا هو أحد أسباب معاناته طوال السنوات الماضية، وقد حدثنا عنهم بالأسماء والوقائع. وكتب في هذا الشأن مقالا بعنوان القضاء العراقي في ظل الاحتلال، قارن فيه بين واقع المحاكم والقضاة في العراق سابقا وواقعها بعد الاحتلال، ونشرته له مجلة حضارة الصادرة عن مركز الأمة للدراسات والتطوير في عددها 14 الصادر بتاريخ نيسان 2012
الميلاد، وقد نشر وقتها باسم مستعار باسم عبد الله الأمين، لأنه كان يذهب إلى بغداد ويأتي. وكان هذا المقال ضمن ملف عن حالة القضاء والمحاكم في العراق والمقارنة بين ما قبل الاحتلال وما بعد الاحتلال. هذه بعض النقاط والمؤشرات والملاحظات التي سجلتها على عجل عندما وصلنا خبر وفاته رحمه الله، وإلا هناك يعني أشياء كثيرة جديرة بالذكر، ولعلي أطور هذا إلى مقال أوسع، ولعل بعض الإخوة أيضا ممن عايشوه وجلسوا معه وذكروه أن يذكروا بعضا من ما يعرفونه عنه. أختم أخيرا وأقول بأن نصرة البياتي أبو فارس رحمه الله رحل، ولكن الفكرة لم ترحل، الموقف لم يرحل، الأثر لم يرحل، والدليل اجتماعنا ولقاؤنا هذا وتذكره وذكر بعض مآثره. والبركة إن شاء الله في إخوانه في حركة التيار القومي العربي وفي القوى المناهضة للاحتلال جميعا. إذا فقدنا رجلا من رجال الحركة الوطنية ونأسف على ذلك في ظل هذه الأوقات العصيبة التي نكاد نفقد فيها في مدد قصيرة كثيرا من الشخصيات والرموز أصحاب المواقف، فإن الجانب فلنقل الإيجابي والمضيء في هذا أننا نفقدهم وهم على ثبات، على صبر ومصابرة وعدم تراجع عن مواقفهم. ولعل هذا الاستذكار هو استذكار له وللمواقف وللقوى التي ما زالت إلى الآن مصرة على ثباتها على مبادئه. هذا الثبات هو المطلوب، ولعل ما حصل في الانتخابات الأخيرة التي لم تحسم إلى الآن دليل على أن الثبات في النهاية هو الذي يغلب، هو الذي يكسب، هو الذي يفوز، هو الذي ينتصر كحقيقة واقعية تجريبية. أما نحن كمسلمين كمؤمنين نؤمن بهذا، لأن هذا من أساسيات إيماننا الصحيح، لأن الله سبحانه وتعالى يأمرنا بالثبات، فهو أمر رباني وهو مقصد شرعي وهو أيضا ضرورة سياسية في المفاصل التي ينبغي أن تتخذ فيها المواقف الصحيحة. السياسة مطلوبة، المرونة مطلوبة، المناورة مطلوبة، ولكنها مقيدة بقواعد وضوابط ومحددات وتوقيتات ولها سياقاتها المعلومة والمعروفة. هناك محاولة للخلط بين المواقف وبين الوقائع والتصرفات اليومية. المسلم بل الإنسان عموماً فما بالك بالمسلم مطلوب منه أن يتصرف بسياسة في كل شيء، من استيقاظه إلى منامه، من ولادته إلى وفاته، من بلوغه، من تكليفه إلى وفاته، ينبغي أن يتصرف بسياسة. عبادتنا فيها سياسة، ومعاملتنا فيها سياسة، وأحوالنا الشخصية فيها سياسة، وجهادنا فيه سياسة، وسياستنا فيها سياسة. فالمسلم لا يخلو من السياسة. أما السياسة التي يتحدثون عنها سياسة التنازل والتراجع والرضا بأقل ما يعطى والقبول بالأمر الواقع والسعي للمصلحة وترك المنفعة العامة، عدم إدارة الشأن العام وإدارة الشأن الخاص للشخص وللحزب وللمجموعة، الابتعاد عن المواقف المطلوبة، عدم القيام بالواجب، كل هذه ليست سياسة، وإنما هي من قبيل ما يسمى الآن بالسياسات. وفرق كبير بين السياسة كمفهوم والسياسات بحسب تفسير العاملين والساعين إلى أهداف خاصة. رحم الله نصرة البياتي الذي كان سياسيا محنكا من جانب أنه لم يقع في خطأ كبير ممكن أن يحرفه عن خط الوطني، عن خطه الوطني كما وقع كثيرون. وإن كان بعضهم ينظر إلى بعض القوى الوطنية نظرة استصغار، نظرة أو اتهام بالمثالية وعدم الواقعية، فإن حياة نصرة البياتي ووفاة نصرة البياتي واجتماعنا هذا من أجل تذكر هذه المواقف التي ينبغي لنا أن نشيعها حتى نقوي أنفسنا، حتى نسدد طريقنا، هي رد على كل هؤلاء. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشكر الدكتور مثنى حارث الضاري على هذا الاستعراض عن سيرة شخصية وطنية نصرة البياتي رحمه الله،
وندعو الله تعالى أن يثبتنا على الحق والعمل لأجل وطننا وأمتنا الإسلامية، إنه نعم المولى ونعم المجيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.